السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله رجعت لكم بفيديو مهم جدا للطلاب اللي مسجلين على منحة الكايكي. مثل ما بتعرفوا أنه الكايكي هو معناته هو الكريدي فيورترار جنال مدرو، يعني هي مديرية الكريدي الائتمان والسكن، وهي المديرية هي بتعطي منحة للطلاب اللي بيدرسوا في تركيا. طبعا قبل ما بلش أنا بالفيديو وإشرح لكم عن المنحة، أول شيء بدي أعتذر منكم بسبب انقطاعي عن تنزيل الفيديوهات وعن أخبار الجامعات والمنح وهالأشياء، ولكن بسبب الضغط صراحة والشغل اللي علينا فما عم نقدر ننزل أنا والفريق. فلهيك إن شاء الله رجعنا لكم إن شاء الله بيوم بكل فيديو جديد. بتمنى للجميع أنه يدعم القناة ويشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء والناس اللي بهمهم طبعا الفيديو، مشان إن شاء الله تعمل فائدة على الجميع. وبنفس الوقت لا تنسوا كمان تحطوا لنا لايك وتدعمونا سواء كان على الانستغرام او باليوتيوب، مشان ان شاء الله ننزل فيديوهات ومنح اكثر للطلاب. وطبعا في عنا كثير افكار جاي ان شاء الله، فبس ماني حابه اني احكيكم كثير هلا اشياء، بس بتمنى من الجميع انه يدعمنا مشان نستمر في تنزيل فيديوهات. طبعا هلا بدي احكيكم عن موضوع المنحه. اول شيء المنحه هي بتعطي منحه مدفوعه ومنحة غير مدفوعة. المنحة الغير مدفوعة هي بتكون عبارة عن منحة عادية مثل أي منحة ثانية. طبعا المنحة كانت مقدارها 500 للطلاب. هاي السنة إن شاء الله ببداية السنة إن شاء الله على الشهر الأول رح تصير 550. طبعا هذا قسم من المنحة اللي بتعطيها هاي المنحة، هاي المديرية عفوا. المنحة الثانية اللي هي المنحة المدفوعة هي بتكون نفس المقدار 550، ولكن بتكون مردودة، يعني الطالب لازم يرجع لهم إياها بعد ما يخلص دراسته. كيف بتم ترجيعها؟ أنه مجرد هو ما يلاقي شغل أو أي شيء ممكن تنسحب بشكل أوتوماتيكي، ولكن في حال ما لقى هو شغل فرح يتم يصير علي فوائد. فلهيك بتمنى من الجميع انه يركز بهذا الفيديو ويعرف كمان كيف يطالع نتيجته بالضبط، لانه صراحة انا حبيت نزل هذا الفيديو بسبب انه مبارح يعني كتير في كان طلاب ما عارفانين حاله، انه في اخطاء بالسيستم، ناس عبتقول انه هذا كريدي وناس بتقول هاي منحة نظامية. فمشان ان شاء الله تحسموا هاي الامور تابعوا معي هلأ الفيديو خطوة بخطوة مشان ان شاء الله تعرفوا كيف انكم مقبولين او لا. طبعا هلا انا مثل ما انكم شايفين هذا الموقع اللي فاتحته هو موقع المنحة. الموقع هذا تبع المديرية عفوا هو موجودين فيه. طيب شوفوا هن حاطيكوا اعلانات انه الكيكي بورس كريدي باشور لربش باشلد انه بدأت تسجيل. طبعا هلا بس يطلع لنا اعلان انه طلعت النتائج رح نضغط عليه، هاي هي سنوتشلار اتشكلاند انه طلع النتائج. فبيقولكم هون انه انتم مشان تحصلوا على النتائج اضغطوا على السنوتشلار اتشين. بتمنى من الجميع انه الكل يعمل هيك شيء. طبعا هلا بيقول لك انه بالنسبه لهاي المنحه انه اذا بتحب تعرف النتائج اضغطوا على هاي بالاحمر، بعدين بيحط لكم انه هل انتم رح تدخلوا عن طريق الينيكملك ولا الاسكيكملك ولا الادولات. انتم حطوا عن طريق الادولات وبعدين بتحطوا الكملك وكلمة السر، رح فرجيكم كيف. طبعا اصدقائي انا هلأ فتت على الادولات، فاذا طلع عندكم النتيجة بهالطريقة بعد ما تحطوا له انه طالع النتيجة لازم يطلع لكم معلومات مع معلومات فرقكم بالجامعة، واذا طلع هيك شيء معناته انت صراحة مع الأسف ما انقبلت. أما إذا طلع أنه أنت بالأخضر وتم قبولك فلازم تعمل الشيء اللي هلأ رح أقولك عليه. ومشان يتأكدوا الطلاب اللي هنا طلع لهم هذا الشيء الأحمر المربع الأحمر أنه ما تم إعطائهم لا كريديو ولا منحة، لازم يروحوا على الأي دولات. رح فرجيكم هلأ كيف إن شاء الله بتدخلوا على الأي دولات وبتعرفوا بالضبط للناس المقبولين والمان مقبولين أنه هن لازم يتأكدوا يعني من هذا الشيء. طيب أصدقائي أنا هلأ فتت على الإدولات. طبعا الكل بيعرف يفوت على الإدولات إنه بحط رقم التاجي بعدين بحط كلمة السر اللي لقيله بيفوت. بتكتبوا بالبحث إنه سبور فيجينشليك باكانل، رح حاول فرجيكم عليها. هاي بتكتبوا هاي الجملة اللي موجودة هون هاي وبتدخلوا عليها، رح يطلع لكم بالبحث هذا الكلام. فأنتوا شو بدكم تعملوا؟ بتروحوا أنتوا على التهتوت نيم على هاي الجملة الموجودة هون، شايفينها
هاي بتضغطوا علي. هاي يعني معناته انه انت كطالب لازم توقع المعاهدة اللي بينك وبين المنحة تبع الكيكي. فاذا كنت مقبول انت في المنحة فان المفروض انه يطلع لك الهذا. فانت ايش هون شو بتقول له؟ بيقول لك انه انت بدك تعمل هذا الاتفاق لإلك ولا لحدا غيرك. انت طبعا كطالب تختار الاولى وبتحط له دوامت يعني كمل. فبده يطلع لك، اذا طلع لك بالمربع الاصفر هيك انه انت حاليا بسبب انه تم رفضك من هذا من المنحة انه ما بيحق لك تعمل هذا الاتفاق. اما اذا طلع كنت مقبول ان شاء الله فبيحق لك انك تعمل هذا الشيء. اصدقائي بدي كمان نبهكم على امر، انه موضوع الاتفاق وهذا التوقيع المعاهد بينك وبين هاي المديرية ضروري جدا، وانتم معكم فقط ل 19 شهر، نحن اليوم 16 الشهر، فيفضل انك باسرع وقت انك تعمل الاتفاق، لانه في حال ما كنت عاملانه فما مستحيل انك تحول لك المنحة اذا كنت مقبول. بالنسبة كمان للطلاب اللي اجاهم الرسالة من بنك الزراعات، الرسالة هاي ما لها علاقة في القبول او الرفض، هاي لها علاقة بموضوع انه انت في كارت بالمديرية، هاي بتعطي كارت اسمه جينشليك بانك كارت، هذا بيعطيك ميزات انه ممكن تاخد انت منحة ائتمانية، ممكن انك انت تستخدمه في اليمكهانة سواء كان تبع طبعا اليورت تبع السكن. وهذا الكارت يعني مثل اي كارت بنك عادي، ما بيفرق عنه اي شيء. فانتوا قالوا لكم انه بامكانكم تراجعوا هذا البنك مشان انتوا تحصلوا على هذا الكارت. الامر الثاني اللي بدي نوه عليه انه اصدقائي بالنسبة للطلاب اللي ما تم قبولهم، انتوا ما حدا يزعل ولا حدا اي شيء، بامكانكم ان شاء الله تتابعوا فيديوهاتي القادمة ان شاء الله رح يكون في منح. والامر الثاني انه اللي بيحب يحصل على المنحة المدفوعة كمان بامكانه يحصل عليها، انه يرد بس يرجع لهم اياها، بامكانه يروح على اقرب بنك زراعات ويقول لهم انه انا بدي اخذ هاي المنحة، وهو بامكانه كطالب عم يدرس في تركيا يحصل على هاي المنحة. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار رجاء ان تكتبوا لي في التعليق، وما تنسوا تدعموا لنا القناة اذا سمحتوا عن طريق اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان بنفس الوقت انكم تنشروا هذا الفيديو وتشتركوا في القناة مشان احنا ان شاء الله نستمر في تنزيل الفيديوهات ان شاء الله. هاي الفترة ان شاء الله راح تكون فيديوهات كتير مهمة للطلاب، سواء كان عن طريق منح او عمل على الانترنت، او كيف بامكانك انت كطالب مثلا تقدر تحصل على نتائج عالية وبنفس الوقت انك تشتغل. هاي الامور ان شاء الله كلها تجايب الفيديوهات. مثل ما قلت لكم لا تنسونا من الدعم للقناة ومن الدعاء كمان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.